ذكرت يعني هناك بعض صور التلقيح الصناعي أجمع الفقهاء على حليته، ولكن قد تطرأ عليها الحرمة من جهة المقدمات المحرمة التي يتوقف عليها التلقيح الصناعي، أو من جهة ما يترتب عليها من مفاسد. ماذا نقصد بالمقدمات المحرمة؟ مثلا عندما نريد أن نأخذ البويضة من المرأة، لا شك بأنه سيكون هناك عملية نظر أو لمس محرمة، لأنه سنأخذ البويضة من مكان لا يجوز حتى للطبيبة أن تنظر إليه، إلا أن نأخذ البويضة مثلا من غير المكان المعهود، يعني من خلال عملية جراحية. بعض الأطباء قد يعني يقوم بهذا العمل، يأخذ البويضة من مكان بعملية جراحية بسيطة، ولكن إلى الآن الطب يأخذ البويضة من المكان المعهود. طيب إذا أراد أن يأخذ البويضة سيتوقف هذا الأمر على نظر محرم أو لمس محرم، إلا أن يستطيع أو تستطيع الطبيبة مثلا أن تأخذ البويضة من دون نظر إلى ربما عبر جهاز تلفزيون ربما مثلا. نعم، هنا حينئذ لا يوجد مقدمات محرمة. مقدمات محرمة أيضا بالنسبة إلى الرجل عندما يريد أن يعطي النطفة، أيضا ربما يتوقف هذا على عمل محرم هو الاستمناء، وأيضا هذا من الناحية الشرعية محرم. فهذه هي المقدمات المحرمة.